وللحديث عن التحذيرات من إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد التي تضع البلاد أمام خطر الاستبداد والغرق في المجهول كما يرى مراقبون، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور كمال العيفي. أهلا بك معنا دكتور كمال. أهلا بك. بداية دكتور، ما الذي يحصل في الشارع التونسي أو في تونس بشكل عام؟ كيف تصف ما يجري بين موقف الرئيس قيس سعيد وبين موقف الشارع؟ شكرا جزيلا، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. تونس منذ 25 دخلت في حالة فراغ، فراغ سياسي، فراغ دستوري، فراغ مؤسساتي، فراغ قانوني، على أمل كما قال السيد قيس سعيد أن يعين حكومة في أقرب الأجال، واتخذ لنفسه فرصة شهر كامل. مر الشهر الأول ولم يفعل شيء، مر الشهر الثاني ولم يفعل شيء، والآن نحن دخلنا الشهر الثالث وتونس لا تزال تعيش الفراغ ولا تزال تعيش الأزمة. والمشكلة أنه نحن في نهاية سنة، والمفترض عندنا ميزانية يجب أن تناقش داخل مجلس نواب الشعب، عندنا جهات مانحة يجب أن نبدأ الحوار معها والنقاش معها، كان المفترض أن نكون قد بدأنا النقاش معها، وهي تشترط أن تكون أن تتناقش وأن تتحاور مع جهة شرعية، ونحن نعيش اللا شرعية منذ شهرين ويومين الآن، وهذا مشكل حقيقي دخلت فيه تونس. الآن وبعد 22 سبتمبر دخلنا مرحلة أخرى من الانقلاب، مرحلة أخطر وأعمق، وهي مرحلة مركزة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية بين يدي مراسيم رئيس الجمهورية التي لم تصدر من بعد، ولا ندري في أي اتجاه تتجه البوصلة، خاصة وأن قيس سعيد لا يبدو أنه يسمع لأحد، لا يبدو أنه مستعد للحوار مع أحد، ولا يبدو أنه مستعد لا للتراجع ولا لشرح ما يقوم به. حتى أصدقائه والذين كانوا معه انفضوا من حوله عندما أراد أو عبر عن نيته في تغيير الدستور، ونحن الآن في هذه المرحلة. نعم، يعني بالنسبة للرئيس قيس سعيد، هذه الإجراءات التي اتخذها إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع روح الدستور الذي كما ذكرت يعني ينوي تعديله وهو أستاذ في القانون الدستوري؟ هي لا علاقة لها بالدستور تماما، لا من قريب ولا من بعيد، تحرك خارج إطار الدستور من البداية. الدستور يفترض إذا التجأنا إلى الفصل 80 الذي اعتمد عليه أو ادعى أنه اعتمد عليه هذا الفصل، يفترض أن يبقى مجلس النواب في حالة انعقاد دائمة، ويمنع على رئيس الجمهورية وعلى مجلس النواب التوجه حتى ولو بلائحة لوم إلى الحكومة، ولكن رئيس الحكومة ألغى الاثنين، جمد مجلس نواب الشعب إلى أجل غير مسمى، وأقال رئيس الحكومة، ثم بدأ يقيل الوزراء الواحد تلو الآخر ويعين قائمين بأعمال، وهي الوظيفة الغير موجودة في الدستور، تحرك من خارج الدستور، فكل ما يقوم به لا علاقة له بالدستور حقيقة، ولا ليس هكذا فقط، ولا علاقة له بالقوانين، لأنه أنشأ دستورا صغيرا، ما يسمى في القانون الدستوري بالدستور الصغير، عوض أن يضمه في وثيقة اسمها الدستور الصغير، أراد أن يلبس علينا جميعا وقال أنه أمر رئاسي وأصدره في المجلة الرسمية التونسية الرائد الرسمي، وهي تتيح له أن يجمع جميع السلطات دون استثناء بين يديه بما فيها القوانين التي أسست منذ 1959. الآن يعني برأيك من الذي يتحمل يعني الجزء الأكبر من المسؤولية أمام ما يحصل وأمام حتى الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في ظل الفراغ الذي شهدته تونس؟ هناك من يحمل حركة النهضة أو جزء كبير من المسؤولية
هل من العدل تحميل حركة النهضة المسؤولية عما جرى؟ شخصيا لا أحمل أحدا غير رئيس الجمهورية هذه المسألة. أنا كقانوني وكحقوقي وكمدرس كذلك للقانون والعلاقات الدولية أقول أنه الذي يتحمل هذه المسؤولية بمفرده هو رئيس الجمهورية، لأنه كان له من الإمكانيات القانونية والدستورية الكثير حتى يصلح ما كان سابقا من تردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هو تحرك وأخيرا عبر على أنه الخطر الجاثم والداهم الحقيقي هو البرلمان، في حين أن حراس البرلمان هم الأمن الرئاسي، والبرلمان وإدارة البرلمان متمثلة في رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي ومكتب البرلمان، وجهوا رسائل في مرات متعددة إلى رئاسة الجمهورية من أجل أن يتحمل مسؤوليته ومن أجل أن يعيد النظام وأن يعيد الهدوء إلى مجلس النواب، ولكن للأسف الشديد لم يجب ولا على أي ناس ولم يحرك أي جهة من الجهات من أجل إيقاف العبث الذي كان يحصل في مجلس النواب. نعم، ولكن يعني في ذات الوقت هناك 131 استقالة من حركة النهضة، والمستقيلون يعني يقولون أن أسباب الاستقالات الجديدة هي الخيارات السياسية الخاطئة للحركة. السؤال هنا ما المقصود بهذه النقطة، السياسات الخاطئة للحركة؟ ما الذي كان بمقدور الحركة اتخاذه ولم تتخذ؟ أولا أريد أن أنوه أن هذه المجموعة من الأخوة الكرام منذ سنتين وأكثر وهم يريدون الاستقالة وكانوا يؤجلونها في كل مرة لظرف من الظروف، رأوا الآن أن يخرجوا في هذا الوقت بالذات. أنا أراه توقيتا غير مناسب بالمرة ولكنهم ارتأوا ذلك، ولكن هذه الخطوة غير جديدة. هذا تفاعل داخلي حصل داخل حركة النهضة منذ المؤتمر الماضي والذي مر عليه ما يزيد قليلا عن 4 سنوات. المؤتمر العاشر كانت هناك بعض الخلافات في مسألة كيفية اختيار المكتب التنفيذي، هل ترى يكون بتعيين من قبل رئيس المجلس أو بالاختيار والانتخاب من قبل المؤتمر بالتعيين من مجلس الشورى، وذهبوا إلى الصيغة السابقة وكان متعارف عليها وهو أنه يختارهم رئيس الحركة المنتخب من المؤتمر ثم تعرض على مجلس الشورى للمصادقة. بعد ذلك حاول هؤلاء الإخوة مع الأستاذ راشد غنوشي من أجل أنه يستقيل من بعض المهام وخاصة حركة النهضة، وعبر جزء من الجسم من حركة النهضة على أساس أنه هذا لا يكون إلا في مؤتمر. ثم الأستاذ راشد غنوشي التزم أمام الإخوة جميعا وأمام المستقيلين الحاليين والذين كانوا أغلبهم كتب عريضة ما سميت بعريضة 100 قبل كم شهر، وعبر لهم عن عدم نيته في أن يرشح نفسه في المؤتمر القادم لرئاسة الحركة وأنه سيستقيل، ولكن الأخوة استعجلوا هذه المسألة ورأوا أن يتفاعلوا الآن، خاصة وأن لديهم فكرة تأسيس جسم جديد منذ مدة طويلة، وهذه المسألة لا علاقة لها بالمرة بما حصل يوم 29 جويلية، وإنما هو تفاعل داخلي داخل حزب حركة النهضة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور كمال العيفي، شكرا جزيلا لك.